السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد المادة اللي هي أساسية اللي تزاد في السلك الإعدادي. كما كتعرفوا جميع باللي نتوما كتقراو في السنة الأولى إعدادي مسلك دولي، وهاد السنة غادي تعرفوا مجموعة من المواد الإضافية اللي تزاد، من بينها الفيزياء، علوم حيط والأرض، اللي ما كانوش عندكم في السنوات الابتدائية، ولكن كانوا مجموعين في واحد المادة اللي كانت كتسمى مادة النشاط العلمي. إذن غنهضر شوية على العلوم الفيزيائية. العلوم الفيزيائية هي واحد المادة علمية اللي غادي تقراوها خلال 3 سنوات المقبلة، يعني كتقراوها في السنة الأولى إعدادي، السنة الثانية إعدادي، وحتى في السنة الثالثة إعدادي. بالنسبة للعلوم الفيزيائية كتنقسم لجوج ديال الفروع. كاين الفرع الأول اللي هو الكيمياء، لا شيمي، والفرع الثاني اللي هو الفيزياء، فيزيك. بالنسبة لا شيمي أو بيان أو لا بالعربية الكيمياء، الكيمياء هو واحد العلم كيهتم بدراسة التحولات الكيميائية، يعني أي حاجة عندها علاقة بالتجارب الكيميائية. يعني كتاخد مثلا واحد المادة، كتزيدها واحد المادة، من بعد كتخرج مادة أخرى. هاد الشي اللي كنشوفوه في بعض المختبرات كيهتم بيه واحد العلم كيتسمى الكيمياء. وبالنسبة للكيمياء غادي نشوفوها طيلة الدورة الأولى. بالنسبة كذلك للكيمياء غادي نتناولو واحد المادة أو واحد المجزوءة اللي كتسمى مجزوءة المادة أو مجزوءة المواد. هاد مجزوءة المواد فيها بزاف ديال الدروس اللي غادي تقراوه. من بين هاد الدروس كاين عندنا الماء، لو كنعرفو جميع بأن الماء هو واحد المادة اللي هي أساسية بالنسبة للحياة. c'est une substance primordiale pour la vie des êtres humains ou bien des êtres vivants. يعني ما يمكنش نعيشو بلا الماء. دونك غادي نبداو الدرس ديالنا، وغادي نطرحو واحد الوضعية مشكلة بالفرنسية، situation problème. هاد الوضعية مشكلة أو لا la situation problème ضروري كتكون عندنا في بداية ديال الدرس، وهي اللي كتساعدنا باش نطرحو مجموعة من الفرضيات اللي كتمكننا باش نفهمو الدرس مزيان. إذا عندنا واحد السؤال، السؤال اللي كاين عندنا pourquoi appelle-t-on la Terre la planète bleue؟ علاش كنسميو الأرض بالكوكب الأزرق؟ لاحظوا معايا الصورة جيدا. عندنا كرة أرضية كتكون من 3 الألوان. أول لون كاين عندنا أول لون الأزرق، ثم عندنا اللون البني، وكاين عندنا كذلك اللون الأبيض. إذن إلى عطينا واحد التساؤل،
اشنا هو اللون اللي طاغي في الصورة؟ اللون اللي طاغي في الصورة بطبيعة الحال هو اللون الأزرق، وداك الشيء علاش كنقولوا بأن الأرض عبارة عن كوكب أزرق. سي بور سيت ريزون كون نابيل لا تيغ لا بلانيت بلو. ب طرح بعض الأسئلة. أول سؤال: Où se trouve essentiellement l'eau sur Terre? يعني فين كنلقاو الماء في الأرض؟ يعني أو لا أشنا هما المصادر ديال المياه؟ c'est-à-dire quels sont les réservoirs d'eau. سؤال تاني: Est-il douce ou salé؟ واش هاد الماء عذب او لا مالح؟ ملاحظة بعض الصور. اذا كما كتلاحظوا هاد الصور كيمثلوا لنا مصادر الماء بالفرنسية لي ريزيرفوار دو. دونك بروميير ريزيرفوار، اذا شفنا الصورة الاولى عندنا لا مير او لا البحر لا مير. الصورة الثانية عندنا لي بول او لا الاقطاب. كنعرفو جميع بان الكرة الارضية كتكون من جوج ديال او لا قطبين، دو بول. عندنا قطب جنوبي بول سود، وعندنا قطب شمالي بول نور. وهاد المناطق بطبيعة الحال كتعرف الجليد. وعندنا الصورة الثالثة كتمثل لنا لي فلوف، لي فلوف أو لا الأنهار. ثم الصورة الرابعة عندنا الآبار لي بوي. والصورة الأخيرة عندنا لي لاك أو لا البحيرات. إذا هنا كيبان لنا بأن الماء أو بيان لو سو تخوف دون ديفير ليو، يعني كنلاحظوا بأن الماء كيتواجد في بزاف ديال الأماكن. إلا شفنا مثلا الصورة الأولى والثانية والثالثة والخامسة، هاد الماء فين كيتواجد؟ كنلقاو بأن الماء كيكون عندنا في سطح الأرض. داكشي علاش كنسميو هاد المياه بالمياه السطحية، لي زو سوبرفيسيال، يعني كيكونوا في السطح. بالنسبة للصورة الرابعة لي بوي، المياه كتكون في الداخل ديال الأرض، يعني جوه في الأرض. داكشي علاش كنسميو لي بوي ب لي زو سوتيغين، يعني المياه الجوفية. يعني من خلال هاد الصور كيتضح لنا بأن الماء كنلقاوه في جوج ديال المصادر، يا إما سو فورم دو دي زو سوبرفيسيال، أو بيان دي زو. دونك La Terre est souvent appelée la planète bleue car l'eau occupe plus de 70% de sa surface. La Terre, l'Ard, كتمثل واحد النسبة ديال 70%. داكشي علاش كنقولو بلي الأرض عبارة عن كوكب أزرق، حيت النسبة الكبيرة في الكرة الأرضية كلها ماء. La terre ou bien sur terre, l'eau sur terre يعني فوق الأرض، l'eau se trouve essentiellement dans les mers، يعني الماء كيتواجد بزاف في البحار، et les océans
في المحيطات. إلي سالي، إلي سالي بمعنى مالح. لو دوس se trouve dans les glaciers, les fleuves, les rivières. يعني الماء العذب، لو دوس، هاد لي تيرم خصنا نعرفوهم مزيان ونعقلو ليهم. عندنا لو دوس اللي هو الماء العذب، كيتواجد في الجليد لي غلاسيي، كيتواجد في لي فلوف الانهار، كيتواجد في لي ريفيير عندنا الاوديه، كيتواجد في لي لاك البحيرات، اي دون لي ناب سوتيرين يعني في قنوات المياه الجوفيه. L'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. يعني هاد مجموعة ديال المصادر ديال الماء كنسميوها لدروسفير. لدروسفير بالعربية خزانات المحيط المائي. دونك هنا كنلاحظوا بعض النسب اللي كيمثلها الماء في هاد الأماكن. غنبداو بمير اي اوسيون. مير اي اوسيون كيمثل 97.2%. غلاس بولير، يعني غلاس بولير سا فو دير كوا، يعني المناطق القطبية اللي فيها الجليد، النسبة ديال الماء 2.15%. لو سوتيغين، المياه الجوفية كتمثل 0.63%. لي لاك اي ريفيير، البحيرات ولا نهار 0.01%. لاتموسفير، لاتموسفير اللي هو الجو، الجو تاع الجو كي فيه بعض القطرات المائية اللي ما كتبانش 0.001%. من بعد غادي نهضروا على الحالات اللي كيتواجد بها الماء. Ce combien de formes trouve-t-on l'eau dans la nature؟ يعني شحال من حالة كنلقاو أو اللي كيتواجد فيها الماء. بطبيعة الحال الماء كيتواجد على 3 ديال الحالات فيزيائية. L'eau se trouve se forme de 3 états physiques. L'état physique كنقصدو بها الحالة الفيزيائية، يعني كيفاش كيبان لينا الماء، اش من حالة كيتواجد عليها الماء. الماء لو كيتواجد يا اما في حالة صلبة، يعني سو فورم ديتا سوليد بحال الصورة الثالثة، او لا سو فورم ديتا ليكيد اللي كنلقاوها في البحر مثلا بحال الصورة الرابعة، أو لا سو فورم ليطا غازو يعني في حالة غازية بحال مثلا بخار ديال الماء. فهم بخار ديال الماء يعني داكشي اللي كنلقاو مثلا فاش كناخدو المقراش كنسخنو الماء كيبان لينا مثلا الماء كيتبخر، يعني كيكون في حالة غازية اللي هو الصورة الخامسة. وهذا الشيء كيمثل كما قلنا لي زيتا فيزيك دو لو. لي زيتا فيزيك دو لو يعني الحالات الفيزيائيه ديال الماء. كما قلنا دون لا ناتور لو اكزيست سو تخوا ايتا فيزيك، يعني في الطبيعه الماء كيتواجد على 3 د الحالات الفيزيائيه. كما قلنا كاين الحاله الصلبه ليتا سوليد كنلقاو فيها الجلاس يعني الثلج، الجليد عفوا، النيج الثلج، ثم غريل، غريل كنقصدو به تبروري. ثم عندنا الحاله الثانيه اللي هي الحاله السائله، يعني كاين عندنا مثلا خدوا غير بعض الامثله، كاين مثلا بلوي المطر، كاين عندنا لي لاك البحيرات، لي زوسيون المحيطات، لي مير البحار، اكسيتيرا.
يعني عندنا بزاف ديال الأمثلة. وكاين إيطا غازو اللي هي الحالة الغازية. الحالة الغازية بخار الماء اللي هو فابور دو، اللي هو ديما كيكون انفيزيبل، يعني ما كيبانش لينا، وكيكون متواجد بزاف في الجو. الجو بالفرنسية اللي هو لاتموسفير. دونك هادشي كامل كيمثل لينا الحالات الفيزيائية. يعني الفقرة الأولى أشنو شفنا؟ شفنا مصادر ديال الماء، يعني فين كنلقاو الماء. الفقرة الثانية هضرنا عليها على لي زيتا فيزيك دولون، يعني الحالات الفيزيائية ديال الماء، اللي هي الحالة ليتا سوليد ليتا ليكيد. دابا غادي نمرو كيلي لا سورس دو دو بلوي، يعني اشنا هو مصدر الماء في المطر، كيفاش كيجينا المطر. دونك باش نهضروا على المطر غادي نهضروا على ما يسمى سيكل دولو، يعني دورة الماء، يعني كيفاش كيجي داك المطر اللي كنشوفوه ديما. اذا اول مصدر كي لا سورس بريمورديال او بيان لا سورس برينسيبال هو مار، يعني البحار. لاحظوا معايا في الرسم، كاين لا مار البحر، كاين السولي اللي هي الشمس. لو سولي ترانسمي سي فيسو فيغ لا مار، يعني الشمس كترسل الأشعة ديالها نحو سطح البحر. من بعد بطبيعة الحال شنو غادي يوقع هنا؟ لاحظوا معايا هنا مباشرة لو دو لا مار سي فابور، يعني غادي يتحول ليطا غازو، غادي يتحول مباشرة il va se transformer pour construire la vapeur d'eau، يعني غادي يتحول وغادي يعطينا بخار الماء. كما كنعرفو الجميع باللي بخار الماء كيتواجد في شكل حالة غازية. إذا هنا عندنا ما يسمى تحول فيزيائي، ترانسفورماسيون فيزيك، اللي هي ليفابوراسيون. من بعد هاد البخار ديال الماء اشنو غادي يوقع ليه؟ il va se condenser، يعني غادي يتجمع. من بعد غادي يعطينا واحد مجموعة ديال البخار الماء فاش كيتجمع، lorsque la vapeur d'eau se condense غادي تعطينا دينياج، غادي تعطينا سحاب. وهاد السحاب بطبيعة الحال مباشرة غادي يدفعو الريح، يعني le vent pousse les nuages، غادي يدفعو كما كتشوفو جميع. من بعد هنا عندنا دو زون، عندنا واحد لا زون سوبرفيسيال سطحية، وواحد لا زون هي مرتفعة، ياك. دونك هنا غادي نشوفو جوج ديال الحوايج، دو شوز. أول حاجة اللي غادي نشوفوها هي بريسيبيتاسيون، تساقطات، سو فورم دو بلوي، تساقطات على شكل مطر. هاد التساقطات على شكل مطر ما كنلقاوهاش الا اذا كان عندنا واحد الاتموسفير بارد، يعني مباشره فاش كتكون عندنا كيكون عندنا الجو بارد، هادوك القطرات المائيه اللي كتكون عالقه في الجو كطيح، وفاش كطيح لينا مباشره يعني كيشربها، يعني يا اما كتشرب من طرف الفرشه المائيه او لا كدوز الانهار. الا كانت عندنا درجه الحراره بارده بزاف ومشينا للمناطق الجبليه، تما فاش كتكون بطبيعه الحال البروده اكثر، كيعطينا تلج او بيان نيج. دونك فاش كيكون عندنا تلج، دونك هاد الحالة أخرى اللي
كنتقلوا من الحالة السائلة للحالة الصلبة اللي هو الثلج، كنسميوها سوليديفيكاسيون اللي هي بالعربية تجمد. دونك فاش كيطيح الثلج كما كتشوفوا في الصورة، دونك كاين عندنا واحد ليفي ديال سولاي، واحد ليفي ديال اش ديال الشمس. هاد الشمس شنو غادي دير؟ بطبيعة الحال غادي تقوم بواحد العملية اللي هي عملية لا فيزيون. لا فيزيون هي عملية الانصهار، يعني غادي تحول لنا الجليد إلى ماء. يعني هنا غنتقلنا عاوتاني من حالة صلبة إلى حالة سائلة. لا فيزيون هي بالعربية الانصهار، سوليديفيكاسيون هضرنا عليها تجمد، ليفابوغاسيون هضرنا عليها اللي هو التبخر. دونك هادو خصنا نعرفوهم مزيان. من بعد هاد الماء اللي كيكون عندنا في المرتفعات كيهبط وكيعمرنا كيعمر لينا لي غيفيير. من بعد هاد الماء اللي كيجينا من المطر وكيجينا من لي مونتاني، il va s'infiltrer. l'infiltration l'infiltration بمعنى التسربات، يعني غادي يتسرب لينا للداخل. فاش غادي يتسرب لينا للداخل شنو غادي يوقع؟ غادي يعمر لينا دونك لي ناب فرياتيك اللي هي دوك اش كيتسموا الفرشات المائية اللي كتكون في الداخل ديال الأرض، كتعمر بالماء. وهنا ملي كيجينا دوك المياه ديال العين او لا ديال مثلا ديال الآبار اللي كتكون في تحت ديال الأرض، من تما كيجينا داك الماء. فاش كيكون الأودية او لا لي غيفيير لي لاك لي فلوف كيعمرو، هنا مباشرة داك الماء كيمشي il va s'écouler، كيوقع لي واحد لغويسيلمون، il va s'écouler et va se diriger، يعني كيتجه مباشرة، il va se diriger vers la mer، يعني مباشرة غادي ينتقل للبحر. دونك هنا باش بدينا أول حاجة بدينا بيها la mer، بدينا بالبحر. من بعد انتقلنا لبخار الماء، من بعد للسحاب، من بعد للثلج، من بعد الانهار، ورجعنا للماء. يعني بحال الا كندير واحد السيكل، هاد السيكل اللي هو دورة الماء. اذا من هنا كنتعرفوا على كيفاش كيجينا الماء. فوالا، دونك هادشي كامل اللي شفناه كيتسمى لو سيكل دولو. Donc, le cycle de l'eau. Dans la nature, l'eau subit périodiquement une série de transformations. Il y a beaucoup de changements qui ont fait tabia. Awel hala, sous l'action du soleil, yani ta'thir aw la taht ta'thir ashi'at ash-shams, l'eau l'eau de la mer, des océans, des lacs s'évapore. Yani, le mât, diel, l'anhar, le mouhitat, diel, le bouhirat, qui te bachar, ou qui atteint un bouchar, le mât. La marhala tania, la vapeur d'eau, bouchar, le mât, se transforme en nuage, yani qui t'houl moubacharatan, le sahab. المرحلة الثالثة، le vent pousse les nuages. le vent الرياح كتدفع السحاب كتدفعو. ثم رابعا، selon la température يعني واحد المؤشر ديال درجة الحرارة. هنا خصنا نفرقو بين جوج ديال الحوايج، بين la température et la chaleur. la chaleur الحرارة، la température درجة الحرارة. يعني من خلال درجة الحرارة، يعني فاش كتكون درجة الحرارة هابطة، لو سو ترانسفورم اون بلوي، الماء يتحول مباشرة يا إما لتساقطات مطرية أو اون نيج أو لا إلى ثلج.
يعني على حسب درجة الحرارة وبطبيعة الحال على حسب المنطقة. لو خامسا، لو سانفيلتخ، الماء يتسرب، يعني الماء اللي كيجينا من المطار كيجينا من الجليد فاش كيوقع عليه الانصهار، سانفيلتخ يعني كيتسرب دون لو سوسول، يعني في تحت، يعني في التحت ديال الارض، بور دوني لي زو سوتيغين، يعني باش يعطينا او اللي يعمر لنا المياه الجوفية. سادسا واخيرا، لي ريفيير غامين لو فيغ لا مير، يعني مي انهار كترجع لنا الماء فين للبحر. اخر فقرة في هذا الدرس غادي نتناولوها وغادي نهضروا عليها، اللي هي كيل سون لي دومين دوتيليزاسيون دو لو، يعني هاد الماء اللي كيجينا من الطبيعة اشنا هما البلايص فاش كنستعملوا الماء. دونك كما كتشوفوا في الصورة، الماء نقدروا نستعملوه في الغسيل، يعني كنستعملوه مثلا بوغ لافي لي فيسيل، يعني باش نغسلو الموان، او لا بوغ بواغ، يعني مثلا باش نشربو، او لا مثلا بوغ لافي لي مان باش نغسلو، او لا كما كتشوفوا في السدود لي باراج، او لا في الميدان الفلاحي، يعني مثلا باش نديرو عملية الري، يعني بوغ مثلا ولا في لو دومين داغريكولتور، يعني كنعرفوا بان الماء في هذا الميدان مهم بزاف. اذا بصفة عامة، لو جو ان رول اسونسييل، الماء كيلعب واحد الدور مهم بزاف في الحياة ديالنا دون لا في هومان، الي يوتيليزي دون دو نومبرو دومين، يعني كيتستعمل بزاف ديال الميادين، نوتامون ليزاج دوميسيل. شنو هو ليزاج دوميسيل؟ ليزاج دوميسيل يعني المجال المنزلي، يعني في الدار، داكشي اللي كنديرو في الدار. يعني شنو كنديرو في الدار؟ الماء كنستعملوه، يا يعني اما كنغسلو بيه الماعن، كندوشو بيه، كنعاونو، يعني مثلا كنستعملوه باش نديرو لا بريباراسيون دي روبا، يعني باش نوجدو الوجبات، مثلا نيتواياج كما قلنا دي لا فيسيل، يعني باش نغسلو الموال اكسيتيرا، او لا في لو دومين اندستريال، يعني المجال الصناعي، مثلا في لا برودكسيون دي الكتريسيتي، يعني باش نتجو مثلا الكهرباء، يعني في خلال مثلا تحويل ديك الطاقة الكهرومائية اللي كتكون في لي باراج، اللي كتكون في السدود، كنحولو ديك الطاقة ديال الماء، يعني فاش كيكون الماء كيخرج من البراج كيدور لينا محرك، من بعد كيحول لينا ديك الطاقة إلى طاقة كهربائية، أو لا برودكسيون دو ماتيريو اندستريال، يعني باش نصنعو مثلا بعض المنتجات الصناعية غنحتاجو الماء. وأخيرا كاين عندنا لو دومين اغريكولتور، يعني المجال الزراعي، سيرتو ليغيغاسيون اللي هي التقطير، أو لا مثلا بواغ دو بيتاي، يعني دو بيتاي لي بيتاي كنعرفوهم جميع، اللي هما القطيع، يعني مثلا الماشية، يعني مثلا كنعطيوها باش تشرب إلى غير ذلك، أو لا كنستعملوها مثلا بو برودويغ دي فروي اي لي ليغوم، يعني باش ننتجو مثلا الفواكه والخضر كنستعملو. من بعد خصنا نتعرفوا على كيفاش غادي نعرفوا الماء، يعني مثلا اشنا هما الطرق الكيميائيه، كيل سون لي ميثود شيميك بوغ ميز اون ايفيدونس لو، يعني كيفاش غادي نعرفوا الماء، اشنا هما الطرق. الطريقه اللي كنستعملوا باش نعرفوا الماء اللي هي ان تيست دو سولفات دو كويفر انيدر، يعني واحد الماده كتسمى كبريتات النحاس سولفات دو كويفر، كما كتشوفوها في الصورة اللون ديالها ابيض، فاش كتلاقى مع واحد المادة فيها الماء كيتحول من الابيض للازرق، يعني لوغسك اون سيبستانس كونتيان لو سيت بودر شانج سا كولور اي دوفيان بلو، يعني كتحول الازرق من ابيض لازرق.
فوالا يعني لاحظوا معايا، في الاول كان اللون ديال الابيض، من بعد رجع ازرق، يعني هنا كيبين بان كاين عندنا ما. دونك لو سلفات دو كويفر انيدغ، انيدغ سا فو دير ما كاينش فيها الماء، يعني باللون ديالها الابيض. بيرمي دو ديتكتي، يعني كتمكننا من اكتشاف الماء، لا بريزونس دو. اي باس دو لا كولور بلانش، يعني كتحول من اللون الابيض على كولور بلو، الى اللون